في علماء ما بينبشوا عبيت ولأنهم ما بيحبوا المفاجآت أخذوا وقتهم ليلاقوا بيت أحلامهم ويتجنبوا مشاكل مثل النش والجيران المزعجين. برموا كتير لتوفقوا ببيت في كل المواصفات وقرروا يشتروا. وليستفسروا عن التقسيط بنك عودة كان حاضر ليوضح لهم كل التفاصيل. الخبير وكلفته، الفايدة وكيف تشتغل، الدفعات الشهرية وشو بتتضمن. ولما كل شي بيوضح على الورق بتصير فكرة البيت حقيقة وبيقطعوا كل سنين التقسيط بلا مفاجآت. الكارد السكني بكل وضوح من بنك عودة.